النهارده هنعمل باستا بصوص الطماطم فدنا ارابياتا، حاجه في منتهى البساطه. المكونات اللي عندي، عندنا شويه باستا اي نوع بنحبه، عندي طماطم كونكاسيه، عندي شويه من قرون الفلفل، عندي ريحان، عندي صلصه، عندي جوز الطيب، توم وملح وفلفل وزيت زيتون. طيب على طول كده الطاسه بتاعتي على النار، هنزل بشويه من زيت الزيتون، هنزل فيه شويه حلوه من الثوم، وبعد كده هنجيب الفلفل بتاعنا نقطعه ارفع حاجه اقدر عليها. هعدي عليه تاني، الثوم بتاعنا ابتدى اهو يسيزل. على طول هاخد الفلفل هنزل مع الثوم، حلو قوي، ندي تقليبه كده. رشة من فلفل اسود، انا مستني بس ايه الريحة بتاعت التوم كده تطلع وتعدي. هنزل بالصلصة، اديها فرصة تتحمر شوية. نفرد الصلصة كده ونحمرها سوا. نجيب الريحان، ادي الريحان. عندي هنا الطماطم الكونكاسية دي بالشوكة، عايز ابتدي اهرسها شوية. يعني انا مش عايز اضربها في كبة او في حاجة، عشان عايزها يفضل فيها ايه قطعة طماطم كده مع المكرونة. فبنهرس كده اهو، حلو قوي. وعلى طول اهو هنزل بالريحان، معلقة من الملح، فلفل اسود، جوزة الطيب نص معلقة كده مش كتير، وشوية من الريحان ورق زي ما هو. خلاص يبقى عندي الشوية اللي قطعناهم وفرمناهم عشان ينزلوا الزيت بتاعهم يطعموا الصوص، وعندي شوية من الريحان على بعضه كده عشان يفضل زي ما هو. خلاص هنقلب كده كويس قوي. هندي فرصة بس للكلام ده يبتدي يغلي معانا. رشة جوزة الطيب كمان. حلوة قوي. نقدر بقى نسيبها تسبك على حسب احنا بنحب قد ايه، فمن اول كده يا دوبك تقعد لها دقيقتين تسخن كده تغلي، هي كده تمام. عايز بقى اسبكها شويه ممكن نسيبها مثلا 15 دقايق بتتسبك كده زي ما هي. ومن هنا هنزل بالباستا، ندي تقليبه كويسه
حلو قوي. طبق التقديم وعلى طول ننزل بالباستا بتاعتنا.